عارف لما تكون عايز تقدم لواحدة فتروح تقعد مع باباها واللي هو بقى تقول له عمي انا جاي النهاردة وطالب ايد بنتك العزيزة، فتلاقيه دخل جاب لك ايدها فعلا. وده بشكل ما اللي حصل معايا، بس مش مع عمي بقى، مع بيتزا هات. والموضوع باختصار ان انا كنت بره البيت وبشكل طارئ كنت محتاج تصبيرة بسيطة ازق بيها اليوم لحد ما اكل كمان شوية. ففي الوقت والمكان اللي انا كنت فيه الاوبشنز ما كانتش كتيرة، كان قدامي بيتزا هات، فقلت خلاص هشوف اي حاجة خفيفة بيتزا هات هطلبها لحد ما كمان شوية ابقى اطلب اكل. فدخلت كده رميت عيني على المنيو، اول حاجة لمحتها بيتزا عشاق الجبن، فانا اصلا بحب البيتزا الميكس جبن، فقلت له خلاص يعني ممكن واحدة عشاق الجبن دي تشيز لافرز بس تكون سمول، اللي هو تصفير يعني زي ما انا قلت. فالمهم قلت له واحدة سمول وبطلع 100 جنيه من المحفظة عشان احاسبه، فلقيته بيقول لي الحساب 120. فانا للحظة كده يعني هنكت، حصل فيه ايرور، بس عملت جي فريش ورحت مطلع ال 20 جنيه من المحفظه كمان مع ال 100 واديتها له ودفعت ال 120. وانا حاسس من جوايا ان في حاجه غلط، حاسس ان انا عملت غلطه بس لسه مش مستوعبها. المهم قال لي 10 دقائق والبيتزا هتكون جاهزه، فانا 10 دقائق ورحت له عشان استلم البيتزا. وهنا كانت اللقطه بقى، عارفين البيتزا بتاعت الفرن، يعني الفرن العادي المخبز اللي بتجيبه منه عيش فينو وقرص وحاجات كده، البيتزا بقى اللي بيبيعها بتكون في الغالب في رينج 10 جنيه وتكون حلوه على فكره، بتبقى محتاجه تسخينه بس في المايكرويف ولا حاجه وهتاكل احسن بيتزا في الدنيا. دي ب 10 جنيه بس، لما اطلب بيتزا من بيتزا هات والاقيه مديني البيتزا اللي انتوا حاطينها في الصوره دلوقتي دي وب 120 جنيه، يبقى كده في حاجه غلط. انا شفت شكلها يعني كنت مصدوم، واللحظه كده للحظه حسيت ان في موسيقى هتشتغل في الخلفيه واللي هو احنا بنهزر معاك وبتاع، واللي هو كان مقلب والدنيا هتتلم يعني. بس للاسف ده ما حصلش، يعني انا كنت اتمنى يحصل. انا قلت هم يعني هيطلعوا لي وال 120 جنيه اللي دفعتهم هيدوهم لي 150 عشان اوافق ان الحلقه تتذاع وكده، وكنت هوافق عادي، بس للاسف ما حصلش. وده ياخدنا للحته الجايه بقى، انا دافع 120 جنيه، ايه القرصه اللي انتم مديهاني دي بقى؟ القرصه اللي هي زي ما انتم شايفين في الصوره حجمها اصغر من حجم كف ايدي، كف ايدي على فكره مش ضخمه، انا عادي انا بني ادم عادي. ففكره ان انا ادفع 120 جنيه واخد قرصه مش جايه معايا سكه، مش جايه، واعتقد مش هتيجي مع اي حد سكه، يعني لو في واحد خليجي في مصر هنا طلبها مش هيقتنع، يعني مش هقول لكم انا ده لو واحد خليجي. فمش عارف بصراحه مين صاحب قرار ان القرصه دي تبقى ب 120 جنيه في بيتزا هات، بس ده لازم يعني يتقعد مع قعده عرب. بس خلاص ما علينا، يعني احنا البيتزايه القرصه دي ب 120 جنيه ومتقسم اربع سلايسات زي ما انتم شايفين. السلايس الواحد ساوي 30 جنيه بقى، انتوا لو شفتوا حجم السلايس في الواقع هتلاقوا كده، يعني ده ب 30 جنيه ليه؟ قعدت ابص كده للبيتزاي عموما، انا دافع 120 جنيه، فين ال 120 جنيه في الدايره دي؟ يعني هم راحوا فين؟ اوبس، انا دافع 120 جنيه راحوا فين في القرصه دي؟ ما اعرفش بصراحه، يعني الموضوع كان محير بالنسبه لي واللي هو حسيت ان ضحك عليا. الحكايه كده شكلها من اولها نصبه، وانا مش هنزل من هنا غير بالفلوس. انا اتنصب عليا يا بيه، بس انا قلت يعني هنتغاضى عن كل ده خلاص بقى، هي البيتزا اكيد طعمها حلو اكيد جامده بقى، ما احنا دافعين 120 جنيه في بيتزا هات في بيتزايه سمول قد كده شبه القرصه، فاكيد في اوبشن بقى. مبدئيا كده البيتزا كانت العجينه بتاعتها البان اللي هي السميكه، ودي كانت من احسن انواع عجائن العيش الفينو اللي انا اكلتها حرفيا. بالنسبه بقى لطعم الجبن، فالبيتزا كانت زي ما قلت لكم مكتوب في المنيو عشاق الجبن، هي كانت عشاق الجبس مش عشاق الجبن، يعني هي كانت بطعم الجبس. البيتزا اصلا بشكل عام كانت بطعم الدقيق، يعني اللي بيحب البيتزا وطالب بيتزا تشيز لافرز او عشاق الجبن زي ما هم كاتبين، انت بتاكل جبنه عايز تحس بطعم الجبنه بقى، عايز جبنه، هي اسمها تشيز لافرز يعني عايز في مطاط وفي حاجات وفي جبن كتير سايحه. لا هي كانت بشكل عام بيتزا بس كانت بطعم الدقيق، وانت حاسس كده ان انت بتاكل حاجه يعني مفيش طعم، مفيش احساس، مفيش مشاعر، مفيش مسؤوليه، وقصاد كل ده انت دافع 120 جنيه. مديك مع البيتزا زي ما انتم شايفين في الصوره برضو كيس كاتشب واحد، ومديني البيتزا القرصه دي في كرتونه كبيره، يعني هو يعني هي اصلا صغيره، انت محسسني بان هي صغيره بانك حاططها لي كمان في كرتونه كبيره، يعني علبه كبيره عن حجمها، فالوضع كان مهين بصراحه. معرفش هم ازاي يعني عاملين كده مع الناس او عملوا كده معايا، بس انا مش عارف، انا مش عارف وانا مش عاجبني اللي بيحصل ده، يعني فكره ان القرصه دي ب 120 جنيه راحوا فين؟ راحوا فين ال 120 جنيه يا جماعه؟ يا جماعه انا دافع 120 جنيه دلوقتي، راحوا فين في القرصه دي؟ يعني القرصه دي تستاهل 120 جنيه بناء على ايه؟ مش عارف. فانا يعني كل اللي حبيته بس احكي لكم التجربه المريره دي مع بيتزا هات، ورسالتي البيتزا هات يعني اللي انا عايز اوجهها لهم بشكل مباشر
هي ان انا عايز ال 120 جنيه بتوعي.